اسمعني يا المروك، يلاه اروح اروح نقولك حاجه يا بونيف. جو بنت بلادك ما تحكيليش انا. كما قلت لك راقب. نزيد نحل بكم في واحد الحاجه، المحرم الجامعي بان لكم كاميرات وحراسه مشدده. اه نعم عندهم حق صح، ما يقدروش ياغريسيونا، ما يقدروش يدخلوا لينا ناس برانيه اكيد طبعا، بصح اللي يخدموا في الجامعه ليزاجو رجال. انا من خرج لكم لا داعيه لا والو، انا كنت ندخل على الوحده ونص تاع الليل، نسلك في الباب اجو، واجو يعس واجو يروح بدل الكاميرا تاع الباب دقيقه برك باش ندخل، وندخل شراب زطله دواء صاروخ كلش عندنا لداخل. يحيى تبون بلادنا، ويحيى تبون معاه، رانا معاه يحيى تبون. الراجل عادة يعبر لمرته في الجزائر بالماكلة، يشيلها فاكية تحبها يشيلها، ومن بعد ما كاش تعبير نار يداوسو نار يداوسو تخلط كاع، يقول لها علاه ديك النهار ما شيت لكش انايا البنان، ها شيت لك 2 كيلو تاع البنان. انا قلت لكم 99% من المشاكل تاع البلاد هو حنايا. شوفوا خاوتي لا حول ولا قوة الا بالله، شوف وقت وصلنا له، شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، نقسم لك بالله ما يحشمو، شوف قرا يدي الله، شوفوا شوف شوف يا ربي شوف شوف سرح بو مرداس، شوف هاي بو مرداس هذا حق حق المشروع، راح قال لك التبون الكرسي ماشي ليكم نية يا تبون. شفت انطقو تاع لا 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 تاع الطر كيفاش دار لك؟ رماك كي انت كي هذاك الطفل خرجة، كون عندك العز النفس، عندك الرجلة راجل ونص، تما تقدم الاستقالة، تحط استقالة للشعب الجزائر، حاط استقالة، حنا جينا ما جابوناش، انت ما تشرفناش، اخرج. احنا مادة 7-8 مدنية ماشي عسكرية، الحقوق الإنسان تطبق في الألمان، وحنا ما شفناش.